السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتدي له أي صورة هو يكبرها لك من غير ما يحصل فيها نقشة أو يحصل فيها أي مشاكل خالص، تمام؟ بيستخدم الذكاء الصناعي، أحدث الشبكات العصبية التلفزيونية العميقة. تقدر تحمل الصورة وتقدر إن أنت تشتغل عليها عادي. أجي هنا وأقول له بداية، وأقول له إن أنا عايز أكبرها مثلا 16 مرة مثلا، وتقليل الضوضاء بنسبة قد ايه. قلت له اوكي، فيبدأ ان هو يبدأ يعمل لها اناليس. دلوقتي تقدر تعمل لها تحميل وتلاقي الصورة بقت كبيرة معاك.